سيمو من فريق اتحاد بن طيب، جيت لملعب الدريوش. مباراة كانت حماسية بين الفريقين، كان كما شافوا الجمهور وتمتع بالمباراة. قلت للمدرب ديالكم انكم حتوا مع التعادل، قال لي لا، كيكذب الكلمة. كيفاش قريتوا المباراة وكيفاش استطعتوا باش تحققوا التعادل اللي كيبقى التعادل خارج الميدان بطعم الفوز؟ اولا شكرا على الاستضافة. يعني بكل صراحة كما قال الاخ ميمون المدرب ديالنا، يعني احنا جينا هنا عازمين على ثلاثة النقاط طيلة الاسبوع. احنا كنستغلوا على اساس بأننا باش اننا نجيو الملعب تاع الوفاء، الملعب الدريوش، باش اننا ننتصروا. ما جيناش باش نتعادلوا او لا يعني نحققوا شي نتيجة من غير الانتصار. الحمد لله خدينا نقطة كما قلت انت، نقطة ثمينة كتعزز الصدارة ديالنا وكتعطينا دفعة قوية باش نستمروا في البطولة. الحمد لله يعني الأداء كان لم الفريقين، يعني كان أداء حماسي وكانت مقابلة تكتيكية. كنشكروا الجمهور الكريم كامل، لا الجمهور ديال الوفاء ولا الجمهور ديال الاتحاد بن طيب اللي حضر بكثافة وعطى واحد الطعم لهذه المقابلة وعطى واحد الفرجة كبيرة لا داخل الملعب لا يعني في المدرجات. الحمد لله وكنشكركم على الاستضافة والتعادل الوفاء الرياضي، لان حتى هو فريق كبير وفريق ينافس على البطوله. وشكرا للاخوان على الاستضافه.